الجيش الإسرائيلي يعلن إحكام السيطرة العملياتية على جباليا ويكثف قصف رفح ونزوح 630 ألف فلسطيني. إسرائيل تعلن اغتيال قيادي في سلاح حزب الله الجوي بمسيرة جنوب لبنان، والأخير يعلن قصف كتيبة إسرائيلية. مع تفاقم أزمة اللاجئين، ثماني دول أوروبية تطالب بإعادة تقييم ظروف سوريا للسماح بالعودة الطوعية للاجئين. تونس تحكم بالسجن على 50 مهاجرا وتتجه لإبرام اتفاقية مع دول إفريقية للعودة الطوعية للمهاجرين. من جديد طابت أوقاتكم بالخير كله مشاهدين، أهلا بكم إلى تفاصيل هذه الساعة الإخبارية من الحدث. أعلن الجيش الإسرائيلي إحكام السيطرة العملياتية على منطقة جباليا شمالي مدينة غزة، مضيفا أن مقاتلي الفرقة 98 رسخوا السيطرة العملياتية على منطقة جباليا. وكشف الجيش الإسرائيلي عن مواصلة مجموعات من ألوية الكوماندوز وقفعات قتالها في مناطق عديدة في رفح، مشيرا إلى أن طائرته الحربية تشنت سلسلة غارات جوية على نحو 60 هدفا في قطاع غزة، كما دمرت في المنطقة منصات لإطلاق القذائف الصاروخية طويلة المدى. وفي السياق، وقعت اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا. الدفاع المدني من جانبه انتشل 6 ضحايا وعددا من الجرحى عقب غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في جباليا، مشيرا إلى أن طواقمه ما زالت تحاول انتشال المفقودين من تحت أنقاض منزل عائلة شعبان في شارع الفالوجة بجباليا. مراسل الحدث أفاد من جانبه عن استهداف المدفعية الإسرائيلية منطقة التوام والصفطاوي وحي القصاصيب شمال غزة، مضيفا أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت أيضا منزلا لعائلة التلباني في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. حجم الدمار يفوق 95% من حي الزيتون. حي الزيتون كان مشهور بالزراعة وبالصناعة، حي الزيتون لم يبقى منه إلا اسمه. جرد حتى من شجرة الزيتون اللي كانت بتحمل هذا الاسم غير موجودة، تم إبادة الأشجار بشكل كامل. اللي صار معنا انه فجأة ما لقينا للاحتلال الغاشم بضرب قذائف بشكل عنيف على منطقة الزيتون، وقمنا بإخلاء المنطقة، فتم هذا الدمار اللي انت شايفه. هذا دمار إبادة، هذا شغلة توحش.
ومن جديد نذهب إلى دير البلح وسط قطاع غزة، ومنها ينضم إلينا مراسل الحدث الزميل أسامة الكحلوت. أسامة مرحبا بك مرة ثانية. في الساعة الماضية كانت هناك أخبار عاجلة نقلا عن يدعوة أحرنوت أشارت فيها إلى أن الجيش الإسرائيلي يقول ما يدور في جباله هو أعنف المعارك منذ 7 أكتوبر. مشاهداتك حول ما تسمع وطبيعة هذه المعارك، وهل هي بالفعل بهذا العنف؟ نعم، يعني فصائل المقاومة تعمل هناك في كمائن محكمة جدا في منطقة مخيم جباليا، خاصة أن هذه المنطقة وهذه الأحياء في هذه المنطقة فيها كتائب وألوية كبيرة تتبع لحركة حماس وباقي الفصائل العاملة في منطقة شمال قطاع غزة. حتى هذه اللحظة حسب ما نشاهد من بيانات منفصلة لفصائل المقاومة أنها تستهدف عدد كبير من الدبابات المتوغلة في قلب مخيم جباليا، تحديدا في منطقة ترانس هذه المنطقة، وهذا المفترق من أحد أهم مفترقات مخيم جباليا. الدبابات توغلت هذه المنطقة، ولكنها بحسب ما شاهدنا من بيان الكتائب كتائب قسام أنها أوقعت عددا من الجنود الإسرائيليين في عدد من الكمائن، خاصة وأن طبيعة الشوارع هناك والحي ضيقة ويستوجب حرب شوارع، وبالتالي يتم استهداف عدد كبير من الدبابات بالقذائف والصواريخ. نتحدث على أنه أيضا هناك استهداف لعدد من الجنود الإسرائيليين الذين اعتلوا أسطح المنازل في منطقة مخيم جباليا. قبل قليل كان هناك بيان عسكري لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد بغزة أنها استهدفت عددا من الجنود الإسرائيليين كانوا يحاولوا قنص كل من يتحرك في منطقة مخيم جباليا، وأوقعت عددا منهم ما بين قتيل وجريح في منطقة مخيم جباليا. نتحدث على ضربة في الاشتباكات بالإضافة لاستهدافات بالمدفعية الإسرائيلية ردا على هذه الاشتباكات، سواء كان في منطقة حي القصاصيب، في منطقة بئر النعجة، في منطقة مدينة الشيخ زايد، كل هذه مناطق الآن تتعرض لقصف مدفعي عنيف ردا على هذه الاشتباكات الضارية حتى هذه اللحظة في منطقة مخيم جباليا. نتحدث على تكدس سكاني كبير حتى هذه اللحظة، كانوا في منطقة شمال قطاع غزة منذ بداية الحرب حتى هذه اللحظة، ولكن بعد ضربة الاشتباكات والتهديدات الإسرائيلية لكل سكان منطقة شمال قطاع غزة وتحديدا مخيم جباليا الأكثر في الكتلة البشرية هناك الآن نزحوا غالبيتهم إلى منطقة غرب مدينة غزة بسبب كثافة النيران والاستهدافات والقصف المدفعي العشوائي كان تجاه هذا المخيم. نتحدث عن عدد كبير من الإصابات حتى هذه اللحظة والضحايا في شوارع المخيم، لم يتمكن أحد من الوصول إليهم أو نقلهم عبر سيارات الإسعاف إلى مشافي شمال قطاع. يعني تقديريا للعدد، ونحن نشاهد هذه الصور التي على شمالي للقصف المستمر وارتفاع ألسنة الدخان كما نشاهد الآن على الشاشة، أعود إلى جباليا، تقديريا كم تبقى من الفلسطينيين في هذا المخيم، وكيف يعيشون هذا العنف الذي اعترف به الجيش الإسرائيلي من المعارك التي تدور هناك للمرة الثانية؟ طبعا جباليا كانت من أولى المناطق التي دخل إليها الجيش الإسرائيلي في السابق. منذ بداية الحرب على قطاع غزة توغل الجيش الإسرائيلي داخل هذا المخيم وأوقع فيه دمار كبير، ثم انسحب من هذا المخيم، لكن غالبية السكان تمركزوا داخل منازلهم وتوجه جزء كبير منهم إلى مراكز الإيواء. ولكن الآن لأول مرة منذ بداية الحرب كان هناك تهديدات رسمية من الجيش الإسرائيلي لكل السكان، ليس فقط في مخيم جباليا، بل امتدت التهديدات إلى سكان ما بعد مخيم جباليا باتجاه الشمال مدينة بيت لاهي وبيت حنون بالنزوح والإخلاء إلى منطقة غرب مدينة غزة. بالإمكان القول حسب ما نشاهد ونسمع من الزملاء الصحفيين أن عدد قليل من سكان قطاع الشمال قطاع غزة ما زالوا في منازلهم، ولكن العدد الأكبر نزح تحت كثافة النيران والاستهدافات المدفعية الإسرائيلية. نتحدث بحسب تقديرات من المكتب الإعلامي الحكومي أنه يوجد في شمال قطاع غزة ما يقارب من 500,000 مواطن، ولكن تحت ضربات الجيش الإسرائيلي والكثافة النارية غادر غالبيتهم باتجاه منطقة غرب مدينة غزة، جزء قليل منهم اتجه إلى المنطقة الغربية من مخيم جباليا باعتبارها منطقة قد تكون آمنة، لكن الجيش الإسرائيلي ألقى منشورات على سكان المنطقة الغربية من مخيم جباليا وطلبهم أيضا بالنزوح إلى منطقة غرب مدينة غزة. من دير البلح وسط قطاع غزة مراسل الحدث أسامة الكحلوت، شكرا على كل هذه المعلومات والتفاصيل.
نتابع إذن هذه التطورات اللافتة وهذه الأخبار العاجلة التي تظهر أمامكم على الشاشة. الجيش الإسرائيلي يقول إطلاق نحو 75 صاروخا في الاستهداف الأخير للجولان والجليل الأعلى. نتابع هذه الصور الآن مباشرة على الهواء لهذا الاستهداف للجيش الإسرائيلي. هذه الصور تحديدا لاستهداف منصة صواريخ لحزب الله في جنوب لبنان. نشير طبعا ونذكر بالخبر العاجل الذي يتحدث عن استهداف منصة إطلاق صواريخ لحزب الله في جنوب لبنان. اعتبرت وزارة العدل في جنوب إفريقيا أن رد إسرائيل في محكمة العدل الدولية يستخف بجميع تقارير الأمم المتحدة، وطلبت المحكمة باتخاذ إجراءات عاجلة ضد العملية الإسرائيلية في رفح. وكانت إسرائيل قد طلبت من المحكمة رفض دعوى جنوب إفريقيا المقدمة للمحكمة، معتبرة أنها منفصلة تماما عن الواقع ومشيرة إلى أن حرب غزة مأساوية لكنها لا تستهدف إبادة جماعية لسكان القطاع. Israel is engaged in a war it did not want. إسرائيل لم ترد خوض حرب غزة، لكنها تعرضت لهجوم وتقاتل للدفاع عن نفسها ومواطنيها، وهي تفعل كل ما في وسعها لتجنب المدنيين في غزة، وتستهدف فقط مقاتلي حماس الذين يستغلون المدنيين في رفح كدروع بشرية، لأن رفح تمثل آخر معاقل حماس. لذا قضية جنوب أفريقيا منفصلة تماما عن الحقائق والملابسات، ولم يكن لدينا سوى أقل من 24 ساعة للرد على طلبها الأخير في المحكمة، لذا نطالب المحكمة برفض هذه الدعوة. وفي السياق وقبل اختتام جلسة محكمة العدل الدولية، طرحت المحكمة سؤالا على الوفد الإسرائيلي حول الأوضاع الإنسانية فيما يسميه مناطق الإخلاء المعلنة في غزة التي طلب الجيش الإسرائيلي من سكان رفح النزوح إليها. وطلب القاضي جورج نولد من إسرائيل تقديم معلومات حول الظروف الإنسانية في مناطق الإخلاء المحددة، ولا سيما المواصي، وكيف ستضمن إسرائيل المرور الآمن إلى هذه المناطق. وقالت المحكمة إنه طلب من إسرائيل تقديم رد مكتوب حول ذلك في موعد أقصاه غدا السبت. من جانبها قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إن أكثر من 630 ألف فلسطيني أجبروا على النزوح من رفح في جنوب قطاع غزة منذ بداية الهجوم الإسرائيلي عليها في 6 مايو الجاري. وأضافت الوكالة الأممية عبر منصة إكس أن سكان غزة ما زالوا يتعرضون للتهجير القسري، مشيرة إلى أن منطقة دير البلح في وسط القطاع أصبحت مكتظة بشكل لا يحتمل وسط أوضاع مزرية مع نزوح الكثير إليها من رفح. على الجانب الآخر، أعلن الجيش الأمريكي أن أولى شحنة المساعدات دخلت غزة عبر الرصيف البحري صباح اليوم. وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت أن الوزير لويد أوستن بحث مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت التقدم الذي حققته الولايات المتحدة لفتح رصيف بحري عائم في غزة. وأضاف البيان أن الوزيرين بحثا خلال اتصال هاتفي الحاجة لزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، بما في ذلك معبر كرم أبو سالم ورفح، وذلك بهدف زيادة المساعدات لسكان القطاع. نائبة المتحدث باسم البنتاغون من جانبها قالت إن القيادة المركزية الأمريكية نجحت في تثبيت الرصيف البحري العائم المؤقت على الشاطئ في غزة بمساعدة مهندسين من الجيش الإسرائيلي، وإنه لا يوجد جنود أمريكيون على الأرض في غزة. صباح اليوم نجحت القيادة المركزية الأمريكية في تثبيت الرصيف المؤقت على الشاطئ في غزة بدون أي جنود أمريكيين وبمساعدة مهندسي الجيش الإسرائيلي الذين تم تدريبهم خصيصا لهذه المهمة من قبل مهندسي الجيش الأمريكي في الأسابيع الماضية على أحد الشواطئ في إسرائيل. ومرة أخرى سأكرر أنه لم تكن هناك قوات أمريكية على الأرض في غزة. المهمة الإغاثية الأمريكية عبر الرصيف العائم تبدأ في غزة. القيادة الأمريكية المركزية أعلنت تفريغ الحمولة الأولى من المساعدات دون أن تطأ أقدام الجنود الأمريكيين تراب غزة، موقف أمريكي واضح
يؤكد عدم رغبة البنتاغون في التواجد رسميا فوق أرض غزة، لكنه يطرح من جهة أخرى تحديات لإيصال المساعدات إلى أكثر من 2 مليون ساكن في غزة مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح التي تضم أكبر عدد من النازحين. حسب مسؤولين أمريكيين ومسؤولين في الأمم المتحدة، فإن طرفاً ثالثاً سيتسلم المساعدات من الرصيف وينقلها لمسافة قصيرة ثم يفرغها لتصبح في عهدة الأمم المتحدة قبل أن يتم نقلها إلى نقاط توزيع في أنحاء قطاع غزة. وفيما تقول الأمم المتحدة إن هناك حاجة لدخول 500 شاحنة يومياً إلى غزة، يؤكد مسؤولون أمريكيون أن الرصيف سيتعامل في البداية مع 90 شاحنة يومياً، لكن هذا العدد قد يصل إلى 150 شاحنة لاحقاً. الجنرال تشارلز براون رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية كشف في هذا السياق عن خطة لتحميل 3 إلى 5 شاحنات من الرصيف وإرسالها إلى غزة كتجربة أولى، مؤكدا وجود قوة حماية وسائق شاحنات متعاقدين على الجانب الآخر، كما يوجد وقود للشاحنات أيضا. يذكر أن نقطة الانطلاق نحو الرصيف الأمريكي العائم في غزة تبدأ من قبرص، حيث تقوم إسرائيل بتفتيش سفن الإغاثة قبل مغادرتها، كما يحتفظ الجيش الإسرائيلي بموطئ قدم عند منطقة الربط بين الرصيف العائم وشواطئ غزة. هذا ورغم ترحيب الأمم المتحدة بالرصيف العائم، إلا أنها تصر على أن الطرق البرية هي أفضل سبيل لإيصال المساعدات إلى غزة. رمضان بلعمري، الحدث. نشير إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن مراسل الحدث. إطلاق صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها للاشتباه في اختراق مسيرة للأجواء. أفادت مصادر الحدث في السياق أن قضية الهجوم الإسرائيلي على رفح برأي الإدارة الأمريكية مسألة منفصلة، ورجح مسؤولون أمريكيون للحدث أن يكون الهدف الإسرائيلي من عملية رفح إعادة احتلال الشريط الفلسطيني الكامل جنوب رفح ومحاصرة المنطقة. وقال مسؤول أمريكي للحدث إن الإسرائيليين كانوا يتحدثون منذ أسابيع عن عملية واسعة، أنهم أعدوا آلافا من الجنود لشن الهجوم. ولاحظ المسؤول الأمريكي أن الإدارة في واشنطن تراجعت عن تحذيراتها لتل أبيب، خاصة وأن الضغوط التي قامت بها رافقت مفاوضات إطلاق سراح الرهائن، موضحا أن الولايات المتحدة والقيادة السياسية لديها آلية للتحذير وفرض إجراءات عندما لا تكون واشنطن راضية عن تصرفات إسرائيل، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية ستقبل بهجوم إسرائيلي كامل في رفح بعد إفراغها من المدنيين إذا كان يستهدف تصفية حماس وقيادتها في المنطقة، خاصة أن هناك أكثر من 4 كتائب مقاتلة لحماس في منطقة رفح، وتعتبرها إسرائيل حجة للقضاء عليها بحسب ما نقله المسؤول الأمريكي للحدث. وفي السياق، شن طائرات إسرائيلية حربية صباح اليوم غارة على ساحل الزهراني في جنوب لبنان في قضاء صيدا. ذكرت تقارير إسرائيلية أن الغارة استهدفت قياديا في القوة الجوية لحزب الله. مراسلة الحدث أكدت الغارات، مضيفة أن سوريين قتلا أيضا في الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان. ويأتي ذلك عقب إعلان حزب الله قصف بالمسيرات مقرا مستحدثا لقيادة كتيبة المدفعية 411 في جعتون شمال إسرائيل. الله أكبر. خذي رجوع. شحتي. اسمعي. وبالعودة إلى موضوع المساعدات والرصيف البحري، وفي ظل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم من بيت لحم، رحب بسيدة ريهام جعفري مسؤولة التواصل والمناصرة في منظمة أكشن إيد فلسطين. مرحبا بك سيدة ريهام. نبدأ بالرصيف البحري، هل هو برأيك كافي على الأقل على سد الفجوات والتي زادت بعد أن دخلنا ربما في الأسبوع الثاني من إغلاق المعابر؟
شكرا لكم على الاستضافة. مرحبا. أولا نحن نرحب بأي وسيلة لإيصال المساعدات، ولكن نؤكد على حقائق هامة في ما يتعلق بالرصيف العائم أو الرصيف البحري على في شواطئ قطاع غزة. أولا كما أوردتم في تقاريركم وفي التقارير الإعلامية أن هذا الحمولة هذا الرصيف ستكون من 90 إلى 150 شاحنة فيما بعد. كانت غزة قبل الحرب في وقت توفر فيه الكهرباء والماء وعدم وجود جرحى وعدم انهيار المستشفيات تحتاج إلى من 500 شاحنة يوميا كان يعتاد دخولها. نتحدث عن هذا الرصيف الذي سيجلب لقطاع غزة 90 شاحنة. هذا ليس بديلا، لا يجب أن يكون بديلا عن المعابر البرية. المعابر البرية هي الطريقة الأنجع والطريقة الأسرع لإيصال المساعدات. الوقت لا يحتمل، الوضع لا يحتمل لتأخير إدخال المساعدات بشكل كبير. الأحرى بالدول كان أن بدلا من تخصيص مبالغ كبيرة وتكلفة كبيرة لإنشاء هذا الرصيف العائم، كان المفروض الضغط على إسرائيل وإيجاد وفتح المعابر، فالمساعدات تتكدس على بعض كيلومترات من هذا الرصيف في الوقت الذي يموت فيه أطفال قطاع غزة جوعا بسبب نقص المواد الغذائية، بسبب عدم إدخال المساعدات، بسبب عدم وجود المستلزمات الطبية. فهذا الرصيف غير كافي، ولا يجب أن يكون بديلا للمعابر البرية. المعابر البرية هي طريقة فعالة لإيصال أكبر عدد ممكن من المساعدات. كما أن هنالك عند تسليم هذه المساعدات، هل سيتوفر وقود للشاحنات داخل قطاع غزة لإيصال المساعدات إلى أماكن مختلفة في قطاع غزة؟ فهنالك كثير من الغموض. قبل وصولها أنت أتيت على نقطة لافتة، هل الرصيف البحري المؤقت الذي أنشأه الجيش الأمريكي مضمون أن تصل المساعدات إلى مستحقيها دون مخاطر؟ شهدنا في مراحل سابقة في مرحلة إلقاء هذه المساعدات من الجو إطلاق رصاص، وهنا يعني طرف ثالث لم يسمى هو من يقوم باستلام هذه الشحنات من داخل البحر، طرف أيضا مفترض أن يكون فلسطيني، لكن كل ذلك تحت إشراف الجيش الفلسطيني. فما الضمانات في هذا السياق أن لا تتكرر المآسي ويكون الحصول على المساعدة هو الاقتراب من الموت ومن رصاص الجيش الإسرائيلي كما شهدنا في السابق؟ أولا في وقت الحروب يجب أن يكون هنالك احترام وضمان لسلامة وأمن الطواقم الإنسانية والطواقم العاملة في إيصال العمل الإنساني، في إيصال المساعدات الغذائية للسكان لمن هم بحاجة إليها، وبالتالي يجب أن يكون هنالك ضمان لسلامتهم، وبالتالي هذا يتطلب وقف إطلاق النار، يتطلب إيجاد معابر وممرات آمنة لعبور المساعدات الإنسانية. غزة الاستجابة الإنسانية تفتقر فيها إلى أهم عنصر وهو الأمن والسلامة وتوقف إطلاق النار. لا يمكن إيصال المساعدات في قطاع غزة بشكل آمن وبشكل سريع في ظل تواصل القصف، في ظل عدم التوصل لوقف إطلاق النار. المفروض أن يكون هنالك وقف لإطلاق النار، إيجاد ممرات آمنة، تحديد آليات واضحة لإيصال المساعدات إلى أماكن مختلفة في قطاع غزة. يجب فتح المعابر، يجب إدخال الوقود بسرعة كبيرة، بسرعة فورية وبسرعة فائقة لقطاع غزة. هذا يتحدثون عن 90 ل 150 شاحنة، هذا غير كافي. غزة حاليا هذا يطرح سؤال، من يحدد قوائم هذه المساعدات والحوجة في أي مجال؟ يعني مسألة الوقود لم ترد حتى الآن أن الرصيف البحري سيدخلها، سوى فقط للشاحنات التي ستنقلها من البحر إلى الناس، وبالتالي من يحدد طبيعة هذه المساعدات؟ من هم على الأرض أم لا؟ إسرائيل؟ يجب أن يكون هنالك تنسيق مع المؤسسات الأممية والمؤسسات المحلية التي تعمل على الأرض لتحدد الاحتياجات، ويجب أن يكون هنالك ضمان وإدخال الوقود بشكل كبير للشاحنات لنقلها إلى أماكن مختلفة في قطاع غزة، وهذا لا يجب أن يكون بديلاً. أنا أؤكد أيضاً مرة أخرى، المعابر البرية هي يجب أن تفتح وإدخال الوقود بشكل كبير والمستلزمات الطبية. 90 إلى 150 شاحنة هذا غير كافي. حالياً غزة تحتاج في ظل
ظل اكتظاظ المستشفيات، في ظل تزايد عدد الجرحى، في ظل المجاعة، تحتاج من 1000 إلى 1500 شاحنة يوميا. هل هذا المعبر، هل هذا الرصيف العائم سيكون كافي لإيصال هذه المساعدات؟ هذا غير مقبول، هذا الوضع غير مقبول. يجب أن يكون هنالك زيادة كبيرة، إزالة القيود حول إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، التنسيق مع المؤسسات المحلية والدولية، ولا سيما الأونروا التي تتمتع بقدرات كبيرة وتخدم قطاع كبير من اللاجئين، وفي مراكز الإيواء يجب أن وهي المؤسسة العاملة على الأرض، يجب أن يكون التنسيق من خلالها ومن خلال المؤسسات العاملة في قطاع غزة. نعم. من بيت لحم سيدة ريهام جعفري، مسؤولة التواصل والمناصرة في منظمة أكشن إيد فلسطين، شكرا على حضورك وعلى كل ما تفضلت به من إفادة. أعلنت حكومات 8 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي أنه يجب إعادة تقييم الوضع في سوريا للسماح بالعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، كما تسعى 15 دولة أوروبية إلى البحث عن حلول جديدة للتعامل مع تدفق المهاجرين ونقلهم بسهولة أكبر إلى خارج الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويواجه الاتحاد الأوروبي ارتفاعا في طلبات اللجوء التي تخطت 1,000,000 في عام 2023، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2016 وفقا لوكالة اللجوء الأوروبية. إذن مشاهدينا، 15 دولة في الاتحاد الأوروبي تتقدمهم إيطاليا واليونان تنوي الذهاب إلى أبعد من اتفاقية الهجرة التي تتمحور حول تشديد الرقابة في هذا الملف، ذلك وفق رسالة كشفتها وكالة فرانس بريس. وتدعو هذه الدول المفوضية الأوروبية إلى اقتراح حلول جديدة لمنع الهجرة غير النظامية بوضع آليات تسمح بنقل المهاجرين إلى دولة شريكة خارج الاتحاد إلى حين دراسة طلبات اللجوء وفقا للرسالة. وترغب هذه الدول بزيادة الاتفاقيات مع دول ثالثة تقع على طريق طول طرق الهجرة، معتبرة أنها مفيدة للطرفين. وتشير التوقعات كذلك إلى دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ في عام 2026 بعد أن تحدد المفوضية الأوروبية كيفية تطبيقها، في الوقت الذي من المتوقع أن تحقق الأحزاب المناهضة للهجرة تقدما في الانتخابات الأوروبية الشهر القادم. وعند الحديث عن الهجرة لا يمكن الإغفال عن ملف اللاجئين السوريين في دول أوروبا ودول الجوار، خاصة لبنان، والذي خرج فيه قبل أيام زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصر الله داعيا لفتح البحر أمام السوريين للانطلاق نحو السواحل الأوروبية. وعلى مدى السنوات الماضية دعا المسؤولون اللبنانيون المجتمع الدولي إلى إعادة توطين اللاجئين السوريين في بلدان أخرى أو مساعدتهم على العودة إلى بلدهم، خاصة مع انخفاض المساعدات من دول المانحين وتوجهها إلى أزمات أخرى. ومنذ بداية هذا العام زادت قوات الأمن اللبنانية من عمليات ترحيل السوريين، كما أوصى البرلمان اللبناني قبل أيام فقط بترحيل الذين وصلوا إلى البلاد بطريقة غير نظامية أو شرعية، رغم أن المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين لا تدعم العودة الطوعية للسوريين، ولا تزال منظمات حقوقية تشكك في طبيعة الطوعية وبتوفير البيئة الآمنة لهؤلاء في بلادهم. من لندن للنقاش القانوني المتخصص في شؤون الهجرة واللجوء سيد أحمد سعدون، مرحبا بك. هل ما تود القيام به دول الاتحاد الأوروبي دعنا نقول اصطلاحا تجميد اللاجئين في دولة ثالثة هو تحوط لما بدا أنه خطوات لبنانية أو دعوة من زعيم حزب الله حسن نصر الله تحديدا إلى فتح البحر، مما يعني أن الآلاف سيتدفقون إلى أوروبا إن حدث ذلك؟ كل الشكر والامتنان زميل سعد الدين، وشكر موصول لكادر القناة العربية الحدث على التغطية. أنا أتفق مع حضرتك يعني في قراءتك للتقرير بطريقة مهنية أنه اللي حصل الآن
غير خافي عن حضرتك وعن المشاهدين الكرام، لبنان كدولة تعيش أزمة اقتصادية وأمنية وسياسية كبيرة لأكثر من 10 سنوات. في نفس الوقت الضغوطات التي حصلت والأخطاء الكبيرة من قبل لربما لاجئين حصلت بين اغتصاب بين قتل، وهذا طبعا يعتبر يخلق أزمة يعني استثنائية في داخل الشارع اللبناني. في نفس الوقت الزيارة الأخيرة اللي قامت بها ممثلة المفوضية الاتحاد الأوروبي إلى ولقائها برئيس الوزراء اللبناني هي للأسف هي زيارة متأخرة. في نفس الوقت أنا من وجهة نظري لا تقول العملية ناجحة، لا تقول ما بعد العملية. الآن هذه الزيارة ماذا سوف يكون ما بعد هذه الزيارة؟ هل هناك بالفعل سوف يكون دعم مادي كبير متواصل؟ في نفس الوقت لابد أن تكون هناك لجنة مشرفة عليا لمراقبة الأموال التي سوف ترسل إلى الحكومة اللبنانية. غير خاف عن حضرتك هناك فساد مالي وإداري في إدارة الدولة. في نفس الوقت هناك لكن يعني يبدو أن أوروبا الآن يعني ليست هذه هي القضية، يبدو أنها تعيد التوصيف والتقييم لوضع اللاجئ السوري بناء على الوضع السياسي، وبالتالي هل هذا مؤشر للاعتبار أن الوضع في سوريا عاد إلى طبيعته وبالتالي لا قبول لحجج أو مصوغات تطرح لقبول أي لاجئ سوري قادم تحديدا يعني دعنا نقول من لبنان في هذه المرحلة؟ زميل سعد الدين، أنا أتكلم بطريقة قانونية وأنا مسؤول عن كلامي. من 2011 لحد هذه اللحظة 13 سنة سوريا دمرت من بكرة أبيها. سوريا لن تعود كما كانت سوريا بصراحة. يعني هذا احنا ما نحاول ان نجامل، نفسية المواطن السوري دمرت بالكامل، الاقتصاد السوري الان، السوري الان يريد يرجع من 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 وين هو موجود الان في وضع سيء، راح يرجع الى الأسوأ لانه الحكومة السورية غير قادرة على بناء وتوفير بيئة طبيعية وآمنة للمواطن اللي سوف يعود. في نفس الوقت هناك لربما تحقيقات أمنية على اللي راح يرجع، راح يعني مسكين راح يقع في لربما في 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 ضمن أجهزة لا تكون، لكن التواصل أصلا منعدم يعني ما بين الدولة السورية كثيرة والاتحاد الأوروبي، كيف يمكن إنجاز ذلك والوصول إليه بأخذ تعهدات التزامات الاتحاد يعني الوقوف على الأرض على المناطق والقرى التي سيعود إليها هؤلاء اللاجئون، هل هي موجودة أم مسألة التغيير الديموغرافي أحدثت الكثير يعني في كل هذه السنوات؟ دول الاتحاد الأوروبي لعبت دور كبير سلبي بما وصلت له سوريا. هذه الدولة الجميلة بطبيعتها بناسها، لكن للأسف الآن الوضع غير مستقر من كافة التفاصيل. الإنسان الآن الناس ربما ما تبحث عن سكن بقدر ما تبحث عن دخل اقتصادي لا يوجد. تتخيل يعني قبل كانت $100 5200 ليرة سوري، الآن 1,300,000، يعني كارثة كبيرة. المواطن لا تتوقع سوف يعود بطريقة، لابد حتى العودة المواطن لابد أن تكون ضمن وجود لجنة أمنية عليا من الاتحاد الأوروبي لمتابعة وضعهم الأمني في حالة عودتهم. اللي يحصل الآن على أنه دول الاتحاد الأوروبي لربما تجد مخرج لدولة ثالثة مثل ما تفضلت حضرتك، مثل ما تعمل بريطانيا الآن على ما يسمى بقانون رواندا. فالقصد من كلامي الخطوة متأخرة، في نفس الوقت الحكومة اللبنانية غير قادرة بالظرف الحالي يعني على مساعدة اللاجئين اللبنانيين. الأمم المتحدة دورها ضعيف ومهمش في في داخل بيروت، فلذلك يعني المواطن هو يدفع، السوري يدفع ثمن أخطاء الغير بكل أمانة. وإلا المواطن كان في سوريا عايش ضمن بحبوحة وراتب بسيط، لكن كان ما يفكر أن يغادر وأن يصل إلى اليونان وإيطاليا وعمليات خطف ووصوله إلى بريطانيا عن طريق البحر. في تفاصيل كثيرة للأسف، يعني الحرب لها مأساتها ولا آثارها السلبية على المواطن السوري وعلى المنطقة تحديدا. يعني كيف تتصور ما قاله الاتحاد الأوروبي عن دول ثالثة في مجرى أو في طريق الهجرة؟ هل فهمت ذلك؟ أين هذه الدول وأن الفائدة ستكون للطرفين؟
زميل سعد، هو مقرر ل 2026، هي كارثة مستمرة. أنا ليش أخرها ل 2026؟ أنا أجد الحل، مثل شخص يحتاج إلى عملية جراحية عاجلة أنه لازم بعد سنتين أعمل لك العملية. لا، بالمناسبة حتى لقناتكم الكريمة كانت هناك اتصالات سرية بريطانية مع العراق لإرسال لاجئين إلى العراق، هذه لقناتكم الكريمة حصريا يعني كشفت عنها الصحافة البريطانية. فلذلك اللي حصل على أنه العراق لربما من الناحية المادية سوف يستفيد، لكن هو الطرح وين سوف يكون المكان وكيف ستكون الآلية، لأن هاي بيها تفاصيل كثيرة من ناحية يعني طبيعة المكان، وجود السكن، أمن اللاجئ في حالة عودته، الطبابة، التعليم، أطفال، في تفاصيل ليست بشيء سهل، حتى وجود الطرف الثالث. رواندا وافقت لأن اعتبرتها صفقة تجارية مع بريطانيا. في نفس الوقت يعني في كثير، حتى أنا تحدثت لقناتكم الكريمة أكثر من مرة، المواطن السوري أو العراقي أو المصري أو لن يكون هدف سهل. نعم، حتى يرحل إلى 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 غابة، إلى بلد لا توجد به ضمانات أمنية. من لندن القانون المتخصص في شؤون الهجرة واللجوء الأستاذ أحمد سعدون، شكرا لك. هذه الساعة الإخبارية مستمرة، من الحدث وفيها بعد قليل. القضاء التونسي يرفض الإفراج عن رئيس النهضة بالإنابة وإحالته لقضايا الإرهاب. نتيجة الاضطهاد والصراعات والعنف، أكثر من 108 ملايين شخص أجبروا على الفرار من ديارهم في جميع أنحاء العالم. في أكثر من 135 دولة هربوا باحثين عن المأوى، عن الغذاء والرعاية الطبية. فالضحايا بالآلاف والأرقام في تزايد، والحكايات تختزل بين الصمود والبقاء. The solution to this humanitarian tragedy is not humanitarian, it is political. كيف احنا نعيش؟ كيف جاوبونا؟ إلى تونس، وفيه أفادت وسائل إعلام عن رفض القضاء لإفراج عن الرئيس السابق لحركة النهضة بالإنابة المنذر الوناسي. وقال محامي الوليسي إن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف قررت إحالته إلى أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية مع رفض الإفراج عنه. وكان قاضي التحقيق الأول في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أصدر مذكرة إيداع بالسجن بحق الونيسي على خلفية تسجيل صوتي منسوب إليه.
في سياق متصل دانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان دانت ترهيب ومضايقة السلطات في تونس للمحامين. تأتي هذه التصريحات بعد حملة توقيفات واسعة طالت عددا من المحامين والمحللين السياسيين والناشطين الحقوقيين. ووصفت المتحدثة باسم المفوضية رابينا شامديساني عمليات دهم مقر نقابة المحامين وحملة الاعتقالات بأنها تقويض لسيادة القانون وانتهاك للمعايير الدولية المتعلقة بحماية استقلال المحامين وكذلك استقلال وظائفهم، مضيفة أن هذه الأعمال تعتبر شكلا من أشكال الترهيب والمضايقة. في تونس أيضا قضت محكمة بالسجن 8 أشهر بحق 50 مهاجرا غير نظامي بتهمة دخول البلاد والإقامة فيها بطريقة غير شرعية. وذكرت تقارير إعلامية أن 60 موقوفا من المهاجرين غير النظاميين مثلوا أمام محكمة في سوسة الساحلية أن المحكمة قضت بسجن 50 منهم لمدة 8 أشهر، بينما تم تأخير الجلسة الخاصة ببقية الموقوفين إلى وقت لاحق. وتتجه تونس كذلك نحو إبرام اتفاقيات مع الدول الإفريقية للعودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين. وقال كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية التونسية منير بن رجيبة إن مطالب العودة في ازدياد مستمر وإن عمليات الترحيل في ارتفاع ملحوظ إلى جانب عمليات إحباط محاولات الهجرة غير النظامية. وأشار بن رجيبة إلى أن تونس تواجه ظاهرة الهجرة غير النظامية بحكم موقعها الاستراتيجي وقربها من الفضاء أوروبي، لافتا إلى أن هناك ظروفا دولية ساهمت في تفشي هذه الظاهرة منها الوضع السياسي والأمني في عدد من الدول الإفريقية. من تونس ينضم إلي المحلل السياسي الأستاذ باسل ترجمان. مرحبا بك أستاذ باسل. يعني كيف تقرأ هذا المشهد الحقوقي بعناوين مختلفة، موضوع المهاجرين، الإيقافات، مسألة دار المحامين، هل وراءه شيء؟ يعني لماذا في توقيت واحد؟ أهلا وسهلا. في البداية علينا أن نعلم أنه كلما اقتربت فترة أو موعد الانتخابات الرئاسية القادمة كلما زاد الهياش سواء داخل أو خارج تونس من أطراف تعتبر أنها ستكون الخاسر الأكبر في ال5 سنوات القادمة وستكون خارج المشهد السياسي بعد أن خرجت منه بشكل مباشر يوم 25 يوليو 2021. وبالتالي عادي جدا أن نرى مثل هذه القضايا بخصوص قضية إيقاف المحامين وغيره، باعتقادي يعني أن هنالك كثير من المبالغات أو عدم الدقة في التوصيف. فمن تحدث عن عملية تعذيب ممنهج، من تم إيقافهم هم 2 من المحامين، أحده كانوا رفقة بعضهم البعض، كيف يعقل أن يتعرض أحدهما وهو في الطريق إلى كل هذا ما يتحدثون عن، بينما الآخر يتم إخفاء اسمه، حتى محاموه فرق المعارضين لم يتحدثوا عنه وهو السيد رضوان الصالحي. وبالتالي اليوم هنا أقف معك والله يا أستاذ باسل، أنت ذكرت أنه موعد اقتراب الانتخابات هنالك أطراف، لكن في المقابل لماذا يتيح قصر قرطاج الميدان وهذه الفسحة لهذه الأطراف لتثير هذه النقاط لبلد كان يعتبر مثالا يحتذى في مسألة الحقوق؟ يعني مسألة الطريقة ناهيك عن أن من حق الدولة وفق القانون، ولكن هؤلاء محامين ودار محامين، الطريقة هي التي أثارت كل هذا الجدل. يعني هم من قاموا بافتعال هذه الأزمات من أجل تصديرها للخارج. نحن نشاهد اليوم، وهذا يمكن أن تشاهد في كل الشارع التونسي، أنه ليس هنالك أدنى اهتمام في الشارع التونسي بما يجري، ولكن تم تصديرها إلى الخارج من أجل على أمل أن يعاد تكرار سيناريو ما قامت به هذه الأطراف مع نظام بن علي سابقا، عندما كانت تستنجد في الخارج على أساس أنها مقموعة وتتعرض للتعذيب والاعتقالات. هذه السردية الفاشلة لا يمكن تكرارها مرتين. هذه هي القضية. القضية الثانية أنهم في قطيعة مع الشارع التونسي. لماذا لم يتفاعل معهم الشارع التونسي في زمن بن علي؟ كان هنالك تفاعل وتعاطف مع هؤلاء. اليوم الشارع التونسي، لأن الشارع التونسي يعلم
يعلم تماما أن كل هدف هؤلاء هو إعادة الزمن وإعادة المرحلة إلى ما قبل 25 يوليو 21 من أجل تكرار كارثة العشرية السوداء في تونس التي تسببت بكل الكوارث الاقتصادية والاجتماعية. وهنا أسألك أين تكمن الحقيقة على سبيل الذكر في طريقة الإيقاف الأطراف التي تتحدث كالمفوضية الأوروبية مثلا وهي شريك، وتعلمون أن الاتحاد الأوروبي وهذه المفوضيات لديها معايير، وجزء من ربط علاقتها مع أي دولة متعلق بهذه المعايير. الحقيقة دار المحامين لها خصوصية، هي يعني محصنة. هل هذه الطريقة المناسبة؟ أليس كان بالإمكان الاتصال بهؤلاء الأشخاص، الطلب يعني منهم أن يمتثلوا، يعني توفير هذا الجدل يعني ومساحة هذا الجدل؟ هذا الجدل حسمه عميد المحامين السيد حاتم المزيو عندما قال أن هنالك أطراف في المحامين تريد أن تحول القضية إلى قضية تصفية حسابات سياسية على حساب المحامين داخل دار المحامي. أولا دار المحامي هي أرض تونسية، الدولة التونسية لها سيادة مطلقة على أراضيها، لا توجد أرض تونسية ليس للدولة السيادة عليها، وبالتالي محاولات اعتصام لمحامية ليست مباشرة، ليست لا تقوم بعملها كمحامية بل غادرت المحاماة وتعمل كمحللة سياسية في أحد الإذاعات والتلفزيونات الخاصة. محاولة الاعتصام ورفض تنفيذ أمر القضاء من أجل المثول أمامه هذا يسمى تمرد. هل يتجرأ أي محامي في الولايات المتحدة أو في أي دولة أوروبية أن يعتصم في مقر عمادة المحامين ويرفض المثول أمام القضاء؟ سيذهبون إليه بعنف وبقوة أكثر من ذلك. النقطة الثانية أنا أود يعني أن أقسم هذه ربما الدقيقة الأخيرة لموضوع الاتفاقية مع بخصوص المهاجرين غير النظاميين الأفارقة، ضمانات وموافقة الأطراف الشريكة، يعني تحديدا دول الاتحاد الأوروبي على ذلك. يعني أولا علينا في قضية حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة أن نتساءل بشكل بسيط ودون إزعاج لهم أين موقفهم مما يجري في غزة من جرائم حرب وجرائم إبادة. هذا موضوع باعتقادي على الاتحاد الأوروبي وهذه الأطراف أن تخجل وأن تحترم أنها ما بعد 7 أكتوبر فضحت كل مواقفها ولم يعد لها الحق أن تتحدث بهذا الملف. بخصوص قضية المهاجرين غير الشرعيين الموجودين في تونس، هنالك اتفاقات، ومؤخرا جرى لقاء في روما بين وزراء داخلية تونس إيطاليا وليبيا، وتم اتخاذ وضع الآليات. أولى هذه الآليات أن تونس نجحت في الأربع أشهر الماضية في منع دخول أكثر من 21 ألف مهاجر غير شرعي إلى أراضيها. بدأت عمليات الترحيل، وهذا ما كانت قد التزمت به إيطاليا بدعمه وتمويله ثم لم تقم به، وبالتالي بدأ هنالك معدل ما بحدود 40 إلى 140 كل يوم يتم إعادتهم إلى أوطانهم عبر الخطوط التونسية وبشكل يحترم كرامتهم الإنسانية، وبالتالي الملف اليوم في إطار الحل. واضح. منظومة المحتشدات التي أرادوا أن يقيموها في تونس ثم يعمموها لبقية المهاجرين واللاجئين والتي بدأت الآن في رواندا وهي واحدة من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان في التاريخ، هذا لن يمر ولن يكون واضح. له مجال وصلت أن يتم تطبيقه لا في تونس ولا في ليبيا. انتهى وقتي من تونس. المحلل السياسي الأستاذ باسل ترجمان، شكرا لك على كل هذه القراءات. أيد عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي بينهم روسيا والصين طلب بغداد إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة السياسية في العراق التي تؤيدها منذ أكثر من 20 عاما بحلول العام المقبل. وبحسب المبعوث الروسي فإن العراقيين مستعدون لتحمل مسؤولية المستقبل السياسي لبلادهم، وأن المشاكل المتبقية لا تعني بقاء البعثة إلى أجل غير مسمى. كما أعربت كل من بريطانيا وفرنسا عن دعمهما للتحول في الشراكة بين العراق والأمم المتحدة، أما واشنطن فلم تقدم دعمها للخطوة على الفور، حيث أشارت السفيرة ليندا توماس غرينفيلد إلى أن البعثة لا يزال أمامها المزيد من العمل. إذا جاز التعبير نشهد عراقا في تطور. صحيح أن العقود الماضية من الاضطرابات لا تزال تؤثر على الحاضر، ونعم هناك تحديات متعددة ولا تزال مؤسسات الدولة هشة، لكننا نعتقد أن الوقت حان للحكم على البلاد بناء على التقدم المحرز وطي صفحة الصور المظلمة لماضي العراق.
أكثر من 8000 تم إجلاؤهم من قبل السلطات الأوكرانية من مناطق وقرى في إقليم خاركيف الذي يتعرض لهجوم بري وقصف مستمر من قبل القوات الروسية. أما مدينة فولشانسك فقد أصبح الإجلاء منها أمرا خطيرا بعد تأكيد دخول القوات الروسية إلى أجزائها الشمالية. سمح حصريا لقناتي العربية والحدث بمرافقة الشرطة الوطنية والقوات المسلحة الأوكرانية للدخول إلى داخل مدينة فولشانسك، هذه المدينة التي تتعرض لهجوم كبير من قبل قوات الاتحاد الروسي. تجري عمليات قتال شوارع في بعض مناطق وأجزاء المدينة. المدينة هجرها سكانها، تقريبا يوجد حوالي 100 شخص فقط في المدينة، والآن الشرطة تعمل على إجلائهم في مجموعات صغيرة، يعني لا تتعدى 5 إلى 6 أشخاص. طبعا لا يمكن لسيارات كبيرة أن تدخل إلى المنطقة، لذلك الشرطة بسياراتها الصغيرة تعمل على إجلاء المدنيين وإخراجهم من المدينة. هناك الوضع غير آمن، تجري محاولات الجيش الروسي للدخول بمجموعات صغيرة ويجري قتال شوارع، لذلك الوضع خطير جدا. طبعا عملية اركبي في السيارة من فضلك، أرجوك أن تذهبي إلى تلك السيارة، افعلي ما أقول لك من فضلك بسرعة بسرعة. الآن يتم إجلاء بعض المدنيين من مدينة غوصار كما تشاهدون أمامكم في الصورة. الشرطة الوطنية تعمل على عملية الإجلاء كبيرة كما تسمعون. ذلك أمامنا في فولشانس من قبل قوات الاتحاد الروسي أثناء عملية الإجلاء التي نقوم بها الآن في فولشانس. عمل الشرطة والمتطوعين في الوقت الحالي أن نساعد أكبر عدد من الناس، خاصة أولئك المترددين في الخروج أم البقاء، وأن نفهمهم أنه من الضروري إجلاؤهم، لأنه في الوقت الحالي لا يمكن العيش حيث تجري عمليات عسكرية نشطة. لا، نحن لا نرغب في الخروج الآن. انظر إلي، غدا سيكون الأمر متأخرا، سيدخل العدو ولن نستطيع أن نخرجكم إذا انتظرتم للنهاية، فلن نقوم بالمخاطرة بحياتنا لكي نخرجكم من هنا. لم يبقى في المدينة غير 100 شخص إلى 120 شخصا على الأكثر. إذن عملية الإجلاء تتم الآن للمدنيين في مدينة فولشانسك. نحن الآن داخل المدينة حصريا العربية والحدث تشهد عملية الإجلاء. انتهت هذه الجولة الإخبارية، رصدنا وناقشنا لكم فيها آخر تطورات المشهد الإخباري. بعد قليل يلتقيكم زميل محمود الورواري. تحياتي لكم، إلى اللقاء.